تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل الماطر المغيم، يوم فعلا جميل. صبح عليكم بالخير من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة، هالبرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في بداية البرنامج أول شيء أرحب بالطاقة الموجود معاي في الإخراج، معاي أيمن، شكرا لك، صباحك ورد يا أيمن، شكرا لك أنت معاي أمس واليوم إن شاء الله تكون معاي أسبوع كامل. في التنسيق أنا بس اليوم أنا وأيمن إن شاء الله موجودين مع بعض. وائل كنت أقول أيمن، بتعود على أيمن صراحة. أنا آسفة يا وائل، أنا آسفة، صلح لي اسمك عادي، قول لي دكتورة اسمي غلط. متعودة على أيمن، ما علي، ما كل الأسماء حلوة، كل الأسماء حلوة. صبح عليكم الخير مرة أخرى. أذكركم أول شيء برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. ما شاء الله اليوم على الإنستغرام نشيطين الناس من الصبح، من ليبيا يقولون صباح الياسمين لكم جميل الأماني بيوم سعيد، شكرا لكم وصباحكم ورد. طبعا قبل ما اقول لكم دراسه اليوم، بما ان الجو ما شاء الله برا حلو ومغيم وفي مطر خفيف، مهم جدا يا جماعه، انا ادري احنا دقنا احيانا الحماس لما نلاقي الجو شوي مطر ونطلع نطلع عيالنا يلعبون تحت المطر، لكن اللي يستوي ان المطر الخفيف نفس هذا لما ينزل معاه الغبار والبكتيريا والفيروسات اللي موجوده معلقه في الهواء، فالافضل ان ما نخلي عيالنا يلعبون في الخارج حاليا، يعني فتحت زخات المطر الخفيفه هاي، لان بعد بتلاقون باكر او على الليل بيتهم حمى ومرضى، فالافضل انهم ما يلعبون تحت هالاجواء. لما يكون المطر اقوى شويه يكون غسل اوريدي الاجواء، فالبكتيريا والجراثيم اوريدي تكون نزلت، فما نبغى يعني يلعبون برا، لان حتى الغبار المعلق في الهواء يبدا ينزل مع زخات المطر الخفيفه هاي. انزين، الحين نروح لدراستنا اليوم. دراستنا اليوم تقول اكتشاف سبب جديد للسمنه. ساعدت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة شيكاغو الأمريكية في اكتشاف سبب جديد من أسباب السمنة. يعني السمنة أوردي لها يعني ما تحتاج أظن سبب، ما تحتاج عليها دراسة، الناس كلهم عارفين سبب السمنة، بس نشوف شو الاكتشاف الجديد. حول الاكتشاف قال العالم يوجين تشانغ أحد القائمين على دراسة خلال أبحاثنا اللي تتعلق بمسببات السمنة. قمنا وعلى عكس المعتاد في هذا النوع من الأبحاث بالتركيز على الأمعاء الدقيقة، واكتشفنا داخلها نوع جديد من البكتيريا التي تلعب دورا كبيرا في عملية الهضم وزيادة معدلات البدانة. العالم بعد قال تبين لنا أن البكتيريا تنتمي إلى عائلة كلستريديس اللي هي مجموعة من البكتيريا، تؤثر بشكل كبير على آلية امتصاص الدهون في الجسم عن طريق إفراز إنزيمات تفكك الدهون، تسرع عملية امتصاصها بشكل كبير. وللتأكد من آلية عمل هالبكتيريا قمنا بحقنها في أجسام فئران تجارب، لاحظنا أنها ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة أوزانها. يعني هالدراسة اللي طلعت تقول أن هالبكتيريا وجودها في الأمعاء تكسر الدهون وتساعد الجسم هو يمتص هذه الدهون، بالتالي يسوي زيادة في الوزن. طبعا هذا جزء من أسباب السمنة، بس طبعا أسباب زيادة الوزن نبتدي من زيادة الوزن بس. أنا أدري لما إحنا نقول السمنة الناس تفتكر دائما الناس السمينين جدا، نبتدي إحنا من زيادة الوزن. شو يعني زيادة الوزن؟ يعني لما تكون كتلة الجسم أكثر من 25. كيف أحسب كتلة الجسم؟ الطول على الوزن الناتج مالهم يطلع لك كتلة الجسم الطبيعي، المفروض يكون من 18 إلى 25. أي شيء فوق ال 25 يبدأ يدخل في نطاق زيادة الوزن. طبعا زيادة الوزن معروفة أسبابها عند وايد منا، ولكن للأسف مع أن احنا نعرف أسبابها ونعرف ليش يزيد عندي الوزن، ما زلنا متكاسلين شوي في هالمجال. وبعدين نقول نبا خبير تغذية يعلمنا شو ناكل، نبا
دواء، نحتاج كريم، نحتاج شاي عشان يساعدنا في إنزال الوزن. مع أن إنزال الوزن يا جماعة واحد من أبسط الأشياء نحن ممكن نسويها، تغيير بسيط في نمط حياتنا اليومي يساعدنا في إنزال الوزن. عندنا على الإنستغرام لاي ما شاء الله إن شاء الله الغيث النافع، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله تكون أمطار رحمة وخير علينا كلنا. بعد اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. شكرا لكم، صباحكم الله بالخير، صباحكم الله بالنور. في بوست، مو بدراسة، هي بوست شفتها أمس في أكاونت هيئة الصحة بدبي، عن شو يقول؟ يقول إن تأثير الكربوهيدرات على القلب أخطر من تأثير الدهون. تخيلوا إحنا بالعادة الكربوهيدرات بالعادة هي معشوقة الجميع، الناس لو يعني تقولهم بحرمكم من البروتين عادي، بس لا تحرموا من الكربوهيدرات. الكربوهيدرات وين موجودة؟ الخبز طبعا، والمعجنات، والعيش أو الرز وغيره. فإحنا عندنا حب فعلا للكربوهيدرات، ما ننتبه أن كمية الكربوهيدرات اللي إحنا ناخذها في أكلنا اليومي تسبب لنا السمنة. ترى مفهوم خاطئ أن فقط الدهون، يعني أنا ببتعد عن الأكل المقلاي عشان ما يزيد وزني أو عشان أخفف وزني، وأنسى الكربوهيدرات اللي موجودة أصلا في الأكل. مثلا أكل بيضة مسلوقة، البيضة المسلوقة فيها يمكن 82 سعرة حرارية، ولكن أخذ معها خبز ويمن ممكن مثلا يكون فطاير. الكربوهيدرات الموجودة في الخبز والمعجنات، خصوصا في المعجنات، ترى أسوأ أنواع الكربوهيدرات تكون موجودة في المعجنات، المناقيش، الفطاير، كلها تكون في غنية بالكربوهيدرات. هالكربوهيدرات تتحول عندي للسكر وتتخزن كدهون في الجسم، بالتالي تخلي الجسم يزيد وزنه. فالناس اللي دائما تقول أنا حس وزني ما ينزل مع أن أكلي صحي، تنتبه لمعدل الكربوهيدرات، لأن مثل ما قلت الدهون إحنا ننتبه لها، نميز إن مثلا ما بحط وايد زيت زيتون في الأكل، ما بسوي ديب فراي، ما بقلي الأكل بزيت عميق، لكن الكربوهيدرات إحنا ما ننتبه لها، ترى متعودين ناكلها من غير حساب على اعتبار أنه ما عليه، يعني كم سعر حرارية بتكون موجودة فيه. لكن الكربوهيدرات هي اللي لازم نحاسب عليها في نظامنا الغذائي. إذا أنت تلتزم بنظام غذائي صحيح بتلاقي فيه كربوهيدرات، ولكن كمية الكربوهيدرات بالذات محسوبة. النظام الغذائي الصحيح تلاقي يعطيك بروتين كافي، يقولك أكل على الفطور بيض، على الغداء أكل دياي، على العشاء لو تبغى تأكل دياي أو بيض، يركز على البروتين ويقلل لك الكربوهيدرات. ليش؟ البروتين احنا نحتاج خصوصا لو احنا نمارس تمرين رياضي، طبعا نزول الوزن ما يستوي من غير تمارين رياضية. انا احتاج البروتين وانا امارس التمارين الرياضية لان العضلات عندي تنبني من البروتين. الناس اللي تلاقيهم ينزل وزنهم ويستوي عندهم ترهل في العضلات، يعني احنا نقول مثلا ترهل في الجلد، هو مو بس الجلد اللي يترهل، ترى عندنا حتى عضلاتنا يكون بسبب قلة البروتين في الاكل وعدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل صحيح. لما احنا نقول لممارسة التمارين الرياضية او شيء قلنا عن الاكل الصحي، احنا نروح للتمرين الرياضي. في وايد ناس تقول لك تمرين ما بسويه، عطني رجيم انا بتبعه. هذا اكبر خطأ احنا نسويه لاجسامنا. اللي يستوي لما انا اتبع نظام غذائي صحي، حتى لو موزون ماشي انا عليه بالالف، لكن ما امارس تمارين رياضية، يترهل عندي الجلد، تستوي العضلات عندي ضعيفة، فانا افقد بروتين العضلات لأن أنا ما قاعد أبني عضل. فالبروتين الموجود في العضلات يقوم يستخدم الجسم. أنا أبا أنزل وزني ولكن يكون جسمي متناسق وعضلاتي مبنية بطريقة صحيحة وما أخسر عضلات. عشان شي حين دائما تلاقون نركز لما نقول الناس اللي تبى تنزل وزنها، نقول خفف أكلك ومارس التمرين الرياضي. وأنا دائما أنصح مرضاي لما يجون العيادة، لأن اللي يستوي إن كثير من الناس تلاقيهم يمارسون تمرين رياضي مدة 3 شهور 4 شهور وما يستفيد منه، ما ينزل وزنه يمكن غير كيلو أو كيلوين، ويون العيادة يقول دكتورة أنا مارس الرياضة من زمان لكن ما نزل وزني. ليش؟ لأن إحنا نمارسها بطريقة خاطئة. أنا دائما أنصح مرضاي وأنصح نفسي طبعا، أولا لما تبدون تمارسون رياضة، الأفضل إذا تقدرون تكونون مع مدرب شخصي لو شهر واحد. بسلطان المخرج يقول لي غالي المدرب، لا خذ المدرب في النادي نفسه، لا تخلي يجيك البيت، البيت غالي بعد غالي. بسلطان عندنا مداخلة، صباحك ورد يا بسلطان. صباح النور، حيا الله دكتورة. الله يحييك، شخبارك؟ يا مرحبا بك، حياك الله. وقال ايش المدرب شلون اخي يلا. يعني ينفع له اليومين. لا ان شاء الله يسمعك وائل.
تفضل يا ابو سلطان. بالخير دكتوره، ونصبح على وائل القوامي وام خليفه وجميع المستمعين والمتابعين وياكم، ويا مرحبا بكم سهلة. تحيه للغايب الحاضر محمود. اكيد هو يسمعنا، اكيد هو يسمع البرنامج ان شاء الله. ان شاء الله. في سؤال طال عمرك بالنسبه لي، دوم يقول الدكتور ان عندك الدهون الحميده ناقصه. نعم. ويعني هو انا استخدم حبه حبوب للدهون لخفض الدهون، هي الدهون المعروفه اللي هي نعم. الضاره يعني. نعم. الكوليسترول. فالحين طلعت انا يعني شو اللي ممكن انا يعني من الاكل او الشغلات اللي امارسها اللي هي ترفع الدهون الحميده هذه؟ هل تمارس رياضه ابو سلطان؟ يعني الرياضه العاديه، المشي، المشي في المول، المشي في هذا. اهم شيء المشي في المول رياضه. ممتاز. فالك طيب ابو سلطان، تسمع الاجابه ان شاء الله. هذه السؤال طال عمرك. ولا يهمك، تسمع الاجابه ان شاء الله. حياك الله. الله يحييك ونهارك سعيد. أجاوب والي ولا نروح فاصل؟ أوكي. ها سؤال وايد مهم طرحه أبو سلطان، وايد ناس تسألنا إياه، كيف أزيد الدهون الحميدة؟ الدهون الحميدة أو الـ HDL ما تزيد بالعادة بالأدوية، تزيد بالنظام الغذائي الصحيح. خضروات زيادة، فواكه زيادة، زيادة الألياف تزيد لك الدهون الحميدة، زائد الرياضة، والرياضة تكون صحيحة. هل عنصرين يبني لك الدهون المفيدة؟ وأنا ليش أحتاج الدهون المفيدة؟ لأن الدهون مفيدة لها عامل وقاية للقلب وللشرايين. فإحنا عشان تي دائما نقول اللي عنده كوليسترول، الدواء بينزلك الدهون، الكوليسترول والدهون الثراثية والدهون الغير محميدة، والدهون الحميدة ساعد نفسك بالرياضة الصح وبالأكل الصح، راح ترتفع لك الدهون الحميدة، بالتالي يعتبر لك عامل وقاية من جلطات، أمراض القلب وغيرها. ان شاء الله اكون جاوبت على سؤالك بشكل كافي ابو سلطان، وشاكر لك مشاركتك الدائمه في البرنامج. انا راح اطلع ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل نكمل فقره برنامجكم صحه وسعاده. صحه وسعاده، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل على 600-551-4414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. أمراض الدم الأمراض العديدة هي تتشابه وتختلف في أعراضها، لذا لا يمكن الجزم بتحديد نوعية المرض إلا بعد التحاليل المخبرية. وتجاه مثل هالنوع من الأمراض وغيرها، تحرص هيئة الصحة بدبي من خلال التقنيات الحديثة التي تتوفر في المستشفيات في مراكزنا الطبية، ومن خلال نخبة الأطباء والمتخصصين على وقاية أفراد المجتمع من هالأمراض إلى جانب ما توفره من علاجات المرضى. بنتكلم عن هالموضوع. يسعدنا يكون معنا في الاستوديو الدكتورة آمنة المهيري، اختصاصي أمراض الدم في مستشفى دبي. صباحك وردي دكتورة آمنة. صباح الفل. إنزين، عندنا أول شيء نعطي تعريف شو أمراض الدم وشو أكثر أنواع أمراض الدم شيوعا. أوكي، عشان نتكلم عن أمراض الدم، أول شيء لازم نعرف الدم عبارة عن شو. الدم عبارة عن خلايا دم بيضة وحمراء وصفائح وبلازما. البلازما مكونة من، أو البلازما فيها بروتينات الدم، الأملاح، البروتينات، الفيتامينات اللي تمشي في الجسم تمشي في البلازما. أمراض الدم إذا كانت الأمراض في الخلايا الدم البيضة، بيكون عندنا يعني يا عندنا زيادة أو شيء ناقص. نعم. إذا الدم، خلايا الدم البيضة متكاثر، هذا يعتبر سرطان الدم أو بيضاض الدم. وإذا كانت الخلايا ناقصة، على الأغلب بعد يكون في النخاع ما يشتغل بطريقة صحيحة. نعم. خلايا الدم الحمراء إذا هي طبعا ناقصة، فقر الدم معروف بأنواعه المنتشرة. وإذا كان الدم بعد خلايا الدم الحمراء ممكن تكون زايدة، فالواحد ممكن يكون عنده يسمونها بالإنجليزي بوليسايثيميا، إن ارتفاع في خلايا الدم البيضاء الحمراء. صحيح. والصفائح طبعا، الصفائح ضرورية حق تخثر الدم وتجلط الدم ومنع النزف. طبعا ممكن تكون ناقصة والإنسان ينزف، أو تكون مرتفعة وممكن تسبب تجلطات. اوكي. انت قلتي الصفائح الدمويه، احنا بنركز عليها اليوم. الصفائح الدمويه نقصها يسوي النزف، وهو نزف الدم او سبب من اسباب اللي هو الهيموفيليا. صحيح. الهيموفيليا لا، نقص في عناصر او بروتينات التخثر اللي موجوده في الدم. في عندنا 12 عنصر في الدم موجودين في البلازما. كيف نحتاجهم؟ بس يصير مثلا جرح في الجسم. نعم. او كدمه، او صفائح الدم تروح عشان تسد هذا النزيف. بعدين البروتينات الموجوده او بروتينات التخثر اللي موجوده عندنا في او التجلط موجوده في الدم، تروح تثبت هذه
الصفائح في مكانها عشان ما يصير نزيف. جميل. هم طبعا سلسلة بروتينات من 1 إلى 12. الهيموفيليا نقص أو يعني خلينا نقول نتكلم بسرعة عامة، إذا كان في عندك نقص حتى لو عنصر واحد من هالعناصر ممكن يصير نزيف. نعم. منها مرض الهيموفيليا اللي هو نقص العنصر الثامن، الهيموفيليا A اللي هو أكثر شيوعا في أمراض النزف. طبعا أمراض النزف يمكن إذا نحن بنشوف شو أكثر شيوعا، هي مشكلة الصفائح، نقص الصفائح. نعم. بس مرض أو أمراض التخثر بعد موجودة، لأنها يعني أغلبيتها تكون وراثية أو تكون بسبب طفرة جينية موجودة. هناك مرضى يعانون من نزيف بسبب نقص عنصر من هالعناصر. ممتاز. غدا إن شاء الله بيكون يوم الهيموفيليا أو يوم مرض نزف الدم، فأنت عرفتي هو نقص في أحد البروتينات الموجودة المسؤولة عن تخثر الدم. هل هو مرض جيني لأسباب معينة ولا بس الجينات هي مسؤولة عنه؟ هو مرض جيني، 90% يكون أكثر من تقريبا 99% يكون وراثي، 1% بيكون بسبب طفرة جينية. يعني ممكن شخص ما يكون أهله وأمه وأبوه مثلا مصابين، أو يعني هو كيف ينتقل المرض؟ نعم. لازم تكون الأم والأبو يا حاملين للجينة أو مصابين. إذا الأم حاملة لجينة الهيموفيليا 50% من الذكور بيكونوا مصابين. إذا الأم حاملة 50% من الذكور مصابين. هي. وإذا 50% من البنات بيكونوا حاملين للجينة. إذا الأم حاملة للجينة، إذا نعم. الأب مصاب ما حد من الذكور بيكون مصاب، بس البنات كلهم بيكونوا حاملين للجينة. يعني الأم هي اللي تعطي الإصابة للأولاد، يعني أيوة. المرأة ما تصاب بالهيموفيليا؟ نادر جدا ما تصاب إذا كانت أمها حاملة وأبوها مصاب. إذا أم المرأة مثلا أمها حاملة لجينة الثلاسيميا وأبوها مصاب بالثلاسيميا الهيموفيليا، نعم. ممكن أن تكون هي مصابة، بس يعني أقل من 1% يعني ممكن يصير. فهي منتشرة أكثر عند الرجال عن النساء، يعني أغلب كل المرضى تقريبا رجال. أنت ذكرت إن هو نقص البروتين، فهل في علاج له؟ يعني أنتوا كيف تعالجون الهيموفيليا؟ علاج الهيموفيليا يكون إن هو هالعنصر نحن حسب أول شيء نحن نشوف أصلاً السيفيريتي أو نسبة شدة المرض. عندك الخفيف ما يحتاج يكون هذه النسبة عضتهم للنزيف قليلة، ممكن يحتاجون بس عبارة عن ديزموبراسين أو نوع من الهرمونات اللي هو يرفع الفاكتور 8 في الجسم وما يحتاجون. اللي هو الهرمون المسؤول عن نزف الدم اللي هو الفاكتور 8. هو المادة المسؤولة. هو يخلي هالفاكتور 8 يطلع في الدم، يكون نحن موجود عندنا الفاكتور 8 بس مثلاً موجود في الأوعية الدموية أو موجود في أماكن معينة. نعم. فالديزموبراسين هذا يخلي الفاكتور 8 نسبته في الدم تعلى فما يصير لهم نزيف. ممتاز. في حال اللي عندهم المودريت او الشدة المتوسطة والشديد. نعم. جدا هذا اللي يحتاجون ان احنا نعطيهم العنصر الفاكتور 8. عندنا احنا متوفر الفاكتور 8 ينعطى عن طريق الوريد. ممتاز. ينعطى في الحالات اذا كان متوسط فقط عند الحاجة. بس اذا كان شديد الهيموفيليا يعني شديدة اللي هي نسبة الفاكتور في الدم أقل من 1%، نسوي لهم بروغرام أو برنامج. نعم. يأخذونه 3 مرات في الأسبوع عشان تتم النسبة تقريبا طبيعية وما يصير لهم نزيف ويعيشون حياة طبيعية مثل الإنسان. ممتاز. الحين الشخص العادي كيف يقدر يعرف أنه عنده هيموفيليا؟ متى يكتشفه؟ هل بالعادة يكتشفونه في الطفل في الأطفال الصغار، والواحد ممكن ما يكتشفه لين يكبر يسوي تحليل محدد؟ بالصدفة كان عندي مريض شفته في العيادة تقريبا من أكثر من شهر، وتوى يعني هو كبير عمره 30 سنة، وتوى يكتشف إنه عنده هيموفيليا لأنه عنده المايلد فورم، كان يصير له كتمات بسيطة يعني، وكان يصير له نزيف بسيط، وكان يتحسب إن هذا شيء طبيعي. بس متى احتاجنا؟ يوم كانوا بيسوي له عملية اكتشفوا إنه عندهم في الدم إن تحليل النزف مبين عالي، فعشان شيء أنا العيادة. آه. بس اللي هم عندهم شديد، اللي هم عندهم نوع الهيموفيليا الشديدة. نعم. هذا اللي يبين من طفولتهم، من يبدأ مثلا أول ولد ينولد ويسوي له مثلا عملية الختان يبدأ ينزف بطريقة مو طبيعية، فيكتشفون أنه عنده هيموفيليا. فالناس تكتشفه مثل ما قلت إذا حال كان خفيف، بالعادة ناس ما تكتشفه تعيش حياتها معه، وبالممكن يكتشفونه مسوي يخضع يسوي عملية جراحية أو شيء. نسبة النزف عندهم ما تكون شديدة جدا، يعني تكون بسيطة، يعني ممكن إذا جلع ضرس ينزف، إذا ممكن يعني هو يعيش حياته هو ما يجلع ضرس مثلا. صحيح. ما بيعرف انه عنده مشكلة. هل مرض الهيموفيليا مرض خطير عشان شي يخصصوا له يوم الناس تحتفل فيه؟ طبعا، لان الهيموفيليا الشديدة اللي هم نسبة الفاكتور عندهم اقل من 1% هم في عرضة نزيف حتى تلقائي بدون سبب. يكون مثلا شخص ياس ممكن يصير نزيف في الدماغ، نزيف في الاعضاء الداخلية، ممكن ينزف في المفاصل فيصير لهم تشوهات في المفاصل. يعني الهيموفيليا مهم جدا ان احنا نعرف حتى المصابين بالهيموفيليا شو خواطر، شو يعني الخطوره من المرض، وكيف انهم لازم يعني يمنعون النزيف بانهم ياخذون الفاكتور 8 بطريقه منتظمه.
ممتاز. الحين مريض الهيموفيليا، الحين مثلا مريض السكر تقول له مثلا امش واكل اكل صحي، مريض الهيموفيليا شو التوصيات بالعاده اللي نعطالها من طبيبه عشان يحافظ على حياته من النزيف؟ او مثلا شو اللي تعطونه انذارات مثلا لو شفت على عمرك هالشيء تعال مثلا المستشفى، وغيره من النصائح اللي تعطونه؟ أهم شيء نحن نبغى يحافظ على حياته الطبيعية، عشان شي نقول له خذ الفاكتور، خصوصا اللي عندهم سيفير هيموفيليا لازم يأخذون الفاكتور بانتظام، لأن إذا خذوا الفاكتور بانتظام ممكن يمارسون الرياضة، ممكن يلعبون كورة، ممكن يعني يعيشون حياتهم طبيعية. فضروري جدا نحن نعرفهم، لأنهم أغلبيتهم في كثير يمكن أطفال، يوم كانوا أطفال يمكن أهلهم ما كانوا واعين بالمرض وما كانوا يعرفون أنه شو خطورته، ممكن صارت لهم نوع من التشوهات في المفاصل، ما يقدرون يمشون، في عندنا يعني هيموفيليكس كبار وسطوا الحين مثلا على كراسي ما يقدرون يتحركون لأنه هم صغار كانوا ينزفون في المفاصل وصارت عندهم مثل تشوه في المفصل، في المفصل فيحتاج تبديل مفصل. وطبعا هاي تبديل المفصل في مريض الهيموفيليا روحها يعني مخاطرة تكون كبيرة طبعا، أن يكون العملية كبيرة كبيرة ونسف، نسبة النسف عندهم عالية. فشو ننصحها؟ ننصحها أول شيء أنه أو نحن أو كيف نحن نعالج مريض الهيموفيليا، لازم نكون فريق عمل، لازم يكون بين الطبيب والممرض وطبيب نفسي والفيزيوثيرابيست عشان يعني نعلم المريض هذا كيف أنه ممكن يعيش حياة طبيعية بدون ما ينزف وبدون ما تصير له مشاكل. ممتاز. الحين يوم مرض نصف الدم العالمي أو يوم الهيموفيليا هو غدا إن شاء الله بيحتفلون فيه، فإحنا في هيئة الصحة شو مجهزين حق هاليوم؟ مسوينها حملات توعويه في المستشفى، في من المستشفى بيكون في حمله توعويه نعرف الناس بالمرض، وفي مع مشاركه مع شركات الادويه في حديقه العين الحيوانات، مسوين مثل فعاليه هناك لمرضى الهيموفيليا بيونهم وبيسوون في احتفال. وصارت عندنا وركشوبس ورش عمل سويتوها، ورش عمل عن تعريف مرض الهيموفيليا حتى للاطباء، كانت في مؤتمر الدم اللي كان الاسبوع اللي فات في ابو ظبي، وبعد كان عندنا بعد ورشه خاصه لامراض في تعريف الناس عن امراض الدم. ممتاز. إنزين الحين بالنسبة لمريض الهيموفيليا شو الأشياء اللي ممنوع تماما يمارسها؟ أنت ذكرتي ممكن يمارس الرياضة، يعيش حياة عادي، بس شو الأشياء اللي تمنعونها عنها تماما؟ طبعا اللي هي الكونتاكت سبورتس اللي هو اللي مثلا المصارعة، البوكسينج العنيفة، الرياضة العنيفة مثلا اتصال مع شخص ثاني مثل البوكسينج والكاراتيه وهالأشياء، والرياضات الخطيره مثلا السكاي دايفنج وهالامور كلها، لان حتى اي ضربه طفيفه ممكن تسبب له نزيف شديد ويفقد حياته منها يعني. فهاي الاشياء الخطيره نحن بعد يعني مثلا نوصيهم اذا كانوا بيسوون اي جراحه او اي خلع اسنان او اي نوع من الجراحه لازم يجين عند طبيب الدم عشان يعدل عندهم العنصر الثامن في الدم عشان يقدرون يسوون البروسيجر. ممتاز. دكتوره آمنة، انت ذكرتي في البدايه ان المراه تكون مصابه، وبالعاده اقل من 1% يكون النساء يعني تكون حامل يعني ما تكون مصابة بالمرض. الحين المرأة اللي تكون حامل لجين مرض الهيموفيليا تقدر تحمل وتربي عادي وتعيش حياتها عادي فقط تكون حامل للجين، ولا لا تظهر عليها بعض الأعراض ولازم تأخذ بعض الاحتياطات؟ في أغلب الأحيان ما يكون عنها أعراض، بس في نساء يعانون من نزيف بسيط مثلا الدورة عندهم تكون مثلا ثجيلة، يعانون بكدمات مثلا يصير لهم نزيف بسيط بس ما تكون ما يكون شديد يعني، بس تكون أعراضها خفيفة جدا. نعم. وبس ممكن يعني يحملون يبون عيال، بس أهم شيء أنه تتأكد أن زوجها ما يكون مصاب يعني، إذا بتاخذ واحد ما تاخذ مصاب بمرض الهيموفيليا. جميل. زين دكتورة آمنة، نتكلم عن قسم أمراض الدم في مستشفى دبي وشو الخدمات بشكل عام اللي تقدمونها؟ زين قسم أمراض الدم في مستشفى دبي نحن نعالج كل عندنا قسم سريري اللي هو حق المرضى الداخلين، نقوم بعلاج كل أمراض الدم من هالأمراض السرطانية والأمراض الغير سرطانية، وعندنا عيادات تقريبا 4 عيادات في الأسبوع نعالج فيها نشوف فيها المرضى يعانون من أمراض الدم. ممتاز. وعندنا قسم بعد السريري أو العلاج الوريدي، نشوف في المرضى اللي يحتاجون نقل دم أو نقل صفائح أو أي أدوية عن طريق الوريد، منهم مرضى الهيموفيليا اللي يحتاجون الفاكتور 8. ممتاز. أنا شاكرة لك دكتورة آمنة المهيري اختصاصي أمراض الدم في مستشفى دبي، يعطيك ألف عافية ونتمنى إن شاء الله السلامة للجميع ونشوفك إن شاء الله أكثر في صحة وسعادة. مشكورة. شكرا. شكرا لك. إحنا رح نطلع إن شاء الله فاصل، وبعد الفاصل نكمل باقي فقرات صحة وسعادة. صحة وسعادة.
ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. في إطار حرصها على تكامل خدماتها الصحية والإنسانية والاجتماعية، أسست هيئة الصحة بدبي ضمن هيكلها التنظيمي مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع، وهو المكتب المنوط به توثيق علاقة الهيئة مع الجهات المعنية لخدمة المرضى المعسرين والتخفيف اقتصاديا عنهم وعن كاهل ذويهم، ملتزمين في ذلك برسالة نبيلة ترتكز على إبراز دور الهيئة كجهة مسؤولة في المجتمع والمشاركة الفعالة في النشاطات المجتمعية والخيرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وفي الوقت نفسه تعمل هيئة دائما على بناء شراكات جديدة واستحداث وتوثيق أخرى لتنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية. أظن من هالمقدمة عرفتم أنه معي في الاستوديو الأستاذ سالم اللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع. صباحك ورد أخوي، ودائما منورنا في الاستوديو. الله يسلمك، جزاك الله. الله يخليك. أول شيء نعطي للمستمعين نبدا عن مكتبكم اللي هو مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع. وطبعا صباح الخير للجميع. مكتب الخدمات الإنسانية شكل ما عرفتي دكتورة هو منوط بالحالات الإنسانية المعسرة، تنفيذ برامج لدعمهم وإيجاد التبرعات لاستمرارية البرامج هذه يعني. فهذه يعني الفكرة الأساسية من مكتب الخدمات الإنسانية يعني في هيئة الصحة. ممتاز. مكتبكم طبعا دائما لما نتكلم عنه يكون عنده كثير من المبادرات. نبتدي بالمبادرات إلى حق داخل الهيئة من موظف لموظف، ونطلع للمبادرات اللي لبرا الهيئة. طبعا احنا الحين بادين نخطط حق عام زايد. نعم. بشكل عام يعني من بداية السنة، وفي مبادرات كثيرة فريق عام زايد بدأ فيها يعني في الهيئة، وفي برامج احنا بدينا ننفذها من خلال مكتب الخدمات الإنسانية اللي هي تدعم الحالات الإنسانية المعسرة، ويعني بشكل عام برامج بتكون داخل الدولة وبرامج خارج الدولة. السنة بتكون برامج نوعية يعني جديدة. نعم. اتفقنا عليها إن شاء الله خلال الأشهر الجاية بتكون منفذة. طبعا عندنا رمضان وبدينا نخطط له لشهر شعبان ورمضان، شو بتكون البرامج اللي بتنفذ. العام نحن قدرنا نغطي فوق 30,000 يعني من العمال والموظفين والهذا كإفطار وكمير رمضاني يعني خلال فترة شهر رمضان كامل يعني. نعم. السنة إن شاء الله بعد بتكون في برامج بمثل هذه، وفي تخطيط لوضع خيمة ممكن تكون بعد بالتنسيق مع الأخوان في التسويق إن شاء الله. ممتاز. هالمبادرة مالت رمضان، بما أن رمضان تقريبا إن شاء الله بالحياة أقل من شهر، إن شاء الله بيكون دخل شهر رمضان الكريم. شو الفئة اللي بتكون موجهة لها المبادرة؟ شو بيتم تقديم لهم؟ وكيف واحد ممكن يشارك لو حد حب يساهم في المبادرة الحلوة لرمضان؟ طبعا كل سنة نكون منسقين حق رمضان أن يكون مثلا مثلا موظفين الأمن أو اللي هم على رأس عملهم في وقت الإفطار. نعم. مثل موظفين الأمن والفئات المساعدة وبعض العمال اللي موجودين وبعض مراجعي هيئة الصحة في وقت المغرب. نعم. يكون وفر لهم وجبة كاملة بالتنسيق طبعا مع بعض المطاعم المعروفة أو مع شركة التغذية اللي موجودة في الهيئة اللي متعاقد معها الهيئة بسعر. نعم. معين. طبعا المبلغ هذا كامل أو المساهمة تكون نركز على موظفي هيئة الصحة أنهم يكونون المساهمين الأساسيين للإفطار. ممتاز. أن يكونون هم المتبرعين رسميين للإفطار هذا، ونخصصه للإفطار والسحور في نفس اليوم يعني في نفس الوقت يعني الموجودين في وقت المغرب في هيئة الصحة يعني. ممتاز. وهالمبادرة تكون طول رمضان في المنشآت الصحية اللي تكون شغالة حزة الفطور طبعا. نعم. ممتاز. هاي يعني مبادرة جدا جميلة، لأن فعلا في منشآت صحية تعمل، مستشفيات عندنا، عيادات 24 ساعة شغالة وقت الفطور، في موظفين، في متعاملين يكونوا موجودين، فهي مبادرة حلوة. بس اللي يتبرع لهالمبادرة لازم يكون من موظفين الهيئة، ما يقدر حد من برا الهيئة يتبرع؟ لا طبعا احنا فاتحين المجال يعني احنا الجمعيات الخيرية اوريدي. نعم. تواصلنا وياها على أساس أن يكون فيه تنسيق إن شاء الله بالنسبة للمير وللإفطار يعني اللي هي السلة الغذائية والإفطار. نعم. مع أن احنا نركز على موظفينا أن يكون لهم دور في العمل الإنساني، أو في رمضان يعني بشكل صحيح. خاص أن يكونون لهم مبادرة مثل هذه يعني 10 درهم ما تفرق
يعني تخصصها في رمضان الإفطار صايم يعني. بالضبط صح. ونحصل يعني إقبال كبير خلال السنوات الماضية من مشاركة موظفينا في تنفيذ مثل هالبرامج يعني الحمد لله. ممتاز. هذه مبادرة واحدة لرمضان، وفي عندنا مبادرة ثانية في فئة الصحة لما الموظف يتبرع مبلغ عشان يساعد زميل الموظف، هي اسمها يمناك. يمناك. نتكلم عن هالمبادرة أخوي سالم. يمناك طبعا هي مبادرة نشأت في هيئة الصحة يعني، أو كان الهدف منها دعم أو مساعدة أو إنشاء يعني فريق يعني شكل ما تقولي روح يعني بين الموظفين. نعم. فكانت الفكرة أنك أنت ممكن تساعد صديقك يعني زميلك في العمل بدون ما يحس هو أنك أنت قدمت له الخدمة هذه من خلال اشتراكك في يمناك يعني. يمناك طبعا هو مساهمة حتى لو ب25 درهم. صحيح. أقل حد للمساهمة ومفتوح المجال أنك يقتطع من راتبك هذا المبلغ بدون ما تحس يعني طبعا ال20 أو ال30 درهم بدون ما تحس فيها، طبعا باتفاق بينك وبين الـ يعني البرنامج أنك أنت يعني تخوله أن يقطع من راتبك هالكثير المبلغ، والهدف منه هو مساعدة أكبر شريحة من موظفينا اللي هم المعسرين أو المحتاجين للدعم إن شاء الله. كم المبالغ اللي تم تجميعها ضمن مبادرة يمناك، وكم عدد الموظفين تم مساعدتهم؟ هو العدد اللي ساعدنا الحمد لله يعني كبداية الحمد لله العدد يعني قياسا للمبادرة نعتبر يعني ساعدنا في فئات كثيرة هالمرحلة. ممتاز. وفي أكثر من شيء في التعليم يعني رسوم التعليم، في بعض الأمور المالية وفي بعض الأمور المرضية يعني. فبس المشاركة نحن نشجع موظفينا أن يكون نتمنى أن يكون في عدد كبير من الموظفين يشاركون في المبادرة هذه، لأن نتائجها بتكون إيجابية بالنسبة للموظفين. نعم. بشكل عام إن شاء الله. صحيح. يعني فهي هاي رسالة لجميع الموظفين إن شاء الله في هيئة الصحة بدبي، ومثل ما ذكرت أخوي سالم الاقتطاع جدا بسيط يعني 25 درهم أتوقع الكل يقدر يدفعه، ولكن فعلا تفك كربة عن موظف عن زميل موظف آخر. عندنا مداخلة، منو معنا وائل؟ السلام عليكم. عليكم السلام، صباحك ورد أخوي تفضل. هلا مروان راهي من عجمان. هلا أخوي. أختي بس بغيت، عندي حالة إنسانية، أنا زوجتي ولدتي في إحدى المستشفيات وطلبوا علي مبلغ يعني 9000 تقريبا. نعم. وأنا يعني كانت أمور الحمد لله متيسرة، بس قدر الله ما شاء فعل أن تعثرت ماديا نفسي. ممكن الشخص اللي موجود حاليا في اللقاء يدلني على شيء أقدر أسويه، لأن أنا راجعت أكثر من جمعية خيرية وما حصلت نتيجة، كون أن أنا وافد يعني وبنتي حاليا تخلص خلافات وحتى ما طلعت لها جواب. أخوي رقمك خذت الأخت ميرا المنسقة، إن شاء الله بنتواصل وياك. تمام. شكرا لك. شكرا. أخوي سالم، أنت ذكرت عن مبادرة يمناك، مثل ما قلنا هي رسالة لجميع موظفين هيئة الصحة أنهم يشاركون بهالمبادرة الجميلة والقطاع البسيط، وأعتقد أن هيئة الصحة هي الأولى اللي توفر يعني السباقة كانت في مثل هالمبادرات لما الموظف يساعد زميل الموظف في نفس الهيئة. شو الانطباع اللي يكون لدى الموظفين اللي يستفيدون من مبادرة يمناك؟ طبعا انت شكل ما تقولين يعني موظف ما كان يتوقع أنه مثلا تدفع عن أقساط ولده في المدرسة مثلا، لأنه متعثر يمكن يدفع يعني. نحن واجهنا أن في حالات مثلا متأخرات عليه في دفع الرسوم وتهديد بإيقاف ولده من هذا، فأنت يوم بتي تساعده مثل في هذا المبلغ مثلا، فأنت شوف يعني ولاء للعمل. بالضبط. يعني ولاء لأصدقائه لأنه يحس أنهم كانوا طرف في مساعدته مثلا، فأنت هني تنمي بعد الولاء بالنسبة لمكان عملك يعني، ويكون في علاقات إنسانية أكثر يعني. فهذا كان الفكر أو الهدف الرئيسي من يمناك يعني، أول ما بدينا نفكر فيه مع الأخوان في الموارد البشرية، وتوجيهات المدير العام كان فيها واضحة أنك قيسوا تجارب الجهات الأخرى في مثل هذه البرامج يعني. ممتاز. إحنا غطينا مبادرة يمناك وغطينا مبادرتكم لشهر رمضان، بعد شو المبادرات الأخرى اللي عندكم في المكتب؟ ما شاء الله مكتبكم ما شاء الله يسخر بالمبادرات الجميلة، فلنبغى نغطيها على السريع. طبعا احنا بنينا شراكات مجتمعيه اللي يعني لضمان استدامه العمل الانساني والخيري. نعم. فلازم توجد له موارد خارجيه يعني، انت ما بتعتمد على مثلا مساعدات بسيطه، لان برامجنا يعني يمكن تكون
توصل لل 200 مليون، يعني احنا حاطين في صحيح. تصور السنه يوصل لل 200 مليون. فاوجدنا شراكات مجتمعية لها مسؤوليات مجتمعية داخل الدولة لكي يعني يكون في استدامة لتنفيذ مثل هذه البرامج. الحمد لله نحن في مكتب الخدمات الإنسانية وهيئة الصحة تقريبا للجمعيات الخيرية المسجلة في حكومة في دبي مغطاة كلها باتفاقيات، ويعني يا أن اتفاقيات يا أن يكون في شراكات استراتيجية في تنفيذ البرامج. صحيح. عندنا برامج مع شركات مسؤوليات مجتمعية نفذنا فيها عدد كبير من البرامج الأدوية. كنت أتكلم يا الدكتورة نحن كنا بدينا بخمس أدوية في شركة واحدة من شركات الأدوية. شجعنا الحين نحن كل شركات الأدوية أن يكون عندها برامج مسؤولية مجتمعية أو CSR على مستوى الإمارات مو على مستوى دبي. يمكن وصلنا لين يعني الأسبوع الماضي أكثر من 60 برنامج دوائي. مش أي برنامج، يعني برنامج قولي يعني بقيمة مثلا 300-400 ألف لكل مريض يعني يتكفل فيه البرنامج يعني. فالحمد لله الشراكات هذه عطتنا شوية اطمئنان في أن احنا نقدر نستمر في مثل هاي البرامج. قدرنا حين نفكر في أن احنا ننتج أو نفكر في برامج داعمة للبرامج الدوائية مثل برامج مجتمعية، برامج إنسانية تنفذ من خلال فريق عمل متكامل. نفكر في خدمات ممكن تكون شوية راقية في المرحلة الجاية إن شاء الله. عطتنا فرصة أن الشراكات هاي نقدر ننفذ برامج خارج الدولة، وهي من ضمن البرامج اللي بتنفذ السنة مع بعض شركات أو شركائنا الخارجيين. وصلنا بعض المساعدات هيئة الصحة خارج الدولة بالتنسيق مع مثلا الهلال الأحمر، مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الإنسانية. يعني الحمد لله الشراكات هذه وايد وثقت أعمالنا، صار فيه تنافسية في حتى بعض الشركات أو بعض المؤسسات اللي حابة تكون شريك معانا في هذه البرامج يعني. نعم. أنت ذكرت أخي سالم أن تم إرسال بعض من هالمساعدات خارج الدولة، كيف ممكن تنسقون أنتوا المساعدات المطلوبة من الدول خارج الإمارات؟ يعني كيف ترتبون الموضوع؟ ترى من خلال الشراكات الحمد لله نحن يعني مثلا مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر لهم برامج إغاثية مستمرة يعني. فبنتسيق وياهم نحن نعرف الدول اللي هي تحتاج مثلا شو أكثر شيء، شو أكثر الأشياء اللي تحتاجها الدول اللي تركزون عليها في حملات الإغاثة؟ دائما في الكوارث أو حالات هذه تكون الأدوية وبعض المعدات الطبية اللي هي الضرورية. في بعض الدول ممكن نكون احنا مستغنين عن بعض الأجهزة أو بعض الأشياء اللي هي المستشفيات. تعتبر يعني تقريبا عهدة منتهية من عند الهيئة، بس ممكن هاي تعيش عشرات سنين في دول ثانية. صحيح. فنستغنى مع مؤسسة محمد الراشد يمكن لأكثر من 10 دول العام الماضي استفادوا من يعني من هيئة الصحة. أنا كنت أسست غرفة عمليات، ممكن أسست غرفة عيادة أسنان من خلال بس إعادة تدوير الأجهزة اللي عندك أنت. صحيح. في المستشفيات أو في الدول الثانية. صحيح. بالنسبة للمرضى داخل الدولة، احنا عندنا مبادرة للمرضى الموجودين في هيئة الصحة بدبي المعسرين وما يستطيعون دفع تكاليف العلاج، تكلمنا أخوي سالم عن هالمبادرة. طبعا عندنا احنا شقين، شق اللي هي البرامج الأدوية اللي هي الغالية يعني تعتبر لها برامج زمنية طويلة. صحيح. والحالات الإنسانية اللي هي اليومية مثلا عملية قسطرة منظار الأشياء هذه. طبعا حسب الشروط اللي حاطتنا هيئة الصحة بالنسبة للحالات المستحقة لمثل هذه. إلى جانب أن احنا أطلقنا مثلا مبادرة مثل الذبحة الصدرية أو انقذ قلبا. نعم. مع مستشفى دبي وراشد قسم الذبحة الصدرية. ولاقى يعني صدى جيد يعني خلال المرحلة الماضية. بالتنسيق مع شريك رئيسي اللي هو نور دبي مثلا للعيون. نعم. في تنفيذ برامج كل برامج العيون اللي هي داخل الدولة ممكن ننفذها يعني بدعم من مؤسسة نور دبي للعيون. الحين نسق مع مستشفى لطيفة في إعادة إطلاق العيادة التطوعية، وأوجدنا لها سبونسر أو يعني داعم راعي للمرحلة الجاية. نعم. فمثل هالبرامج يعني صارت في برامج أساسية وفي برامج نوعية بدينا نشتغل عليها الحين. ممتاز.
كيف يحصل المتعاملين أو المرضى الموجودين في مستشفيات هيئة الصحة على الخدمة؟ يعني لازم حد من أهله يتواصل معاكم ولا المستشفى نفسه يبعث لكم التقارير وأنتوا تشوفون الحالة؟ هو طبعا رحلة المريض نحن نسميها من خلال البرامج الدوائية احنا عملناها أن في بعض التنسيق مع الأطباء أن إذا المريض مثلا يحتاج له العلاج الفلاني أو الدواء الفلاني ويعرف أن الطبيب أن يعرف الدواء مثلا غالي وحال يعني المريض ما باحتمال ما بيقدر يدفع أو التأمين ما يغطي الإجمالية كامل فيحول على الخدمة الاجتماعية ممتاز. في كل مستشفى احنا نستغنى مع شعب الخدمة الاجتماعية في المستشفيات والرعاية الصحية من خلالهم هم يشوفون الأهلية الاجتماعية والمادية بعد ما يحول الطبيب يقول أنا أبغي مثلا البرنامج الدوائي الفلاني. نحن طبعا نشوف البرنامج هذا هل له دعم من خلال برامجنا اللي احنا موجودة ونبدأ بتحويل البرنامج ونبدأ متابعته باستمرار عسى نضمن عدم انقطاع البرنامج العلاجي له كامل يعني. نعم. شو أكثر الأدوية اللي يكون عليها طلب من خلال برامجكم الدوائية؟ هو نحن شكنا قلت إحنا حين بدينا يعني بدينا في أدوية معينة للبريست كانس أو سرطان الثدي الأمراض الدم يعني بأشكالها يعني جميع أشكالها. نعم. الأمراض السرطانية بشكل عام نفذنا برامج اعتلال الشبكية اللي هي الحقن اللي تحتاج المريض. قبل أسبوع أطلقنا برنامج مع شركتين اللي هو أدوية للعين حقنة ثانية يعني يكون فيه المريض أو الطبيب عنده اختيار فيها. أطلقنا برامج للكانسر جديدة للغدة للأورام. ممتاز. يعني شملتوا أنواع جديدة من السرطان من ضمن إلى جانب الروماتيزم والروماتوي الصدفية. يعني الأمراض المزمنة يعني نستنقل نشوف البرامج اللي هي تحتاج دعم قوي يعني يمكن نعم. يكون برنامجها يحتاج الأزمة مثلا بالنسبة للأمراض الصدرية الام اس اللي هو البرنامج يكون مزمن التصلب اللويحي نعم. يكون برنامج مزمن يحتاج لعلاج معين وبدينا نحط يعني أكثر من شراكة وأكثر من دواء فالدكتور يعني ما نجبر أنه يختار الدواء الفلاني اللي هو مدعوم ممتاز. صار عندنا خيارات أكثر بعد الحمد لله. طبعا هذا شيء جدا ممتاز. أستاذ سالم بنلاحظ في دعوة أخيرة أو كلمة أخيرة حاب تشاركنا فيها؟ والله نشكركم أنتم يعني دائما تستضيفونا في منبركم وهذا أساس أن احنا نلغي ضوء على نشاطات هيئة الصحة في العمل الإنساني يعني. طبعا هذا لأن مكتبكم ما شاء الله عنده مبادرات جدا جميلة مهما نستضيفك أنا أحس بعد ما يعني نغطي مبادراتكم ما شاء الله جميلة بشكل مستمر. يعطيك ألف عافية الأستاذ سالم بلاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع بيئة الصحة بدبي. شاكرة لك تواجدك معنا اليوم ودائما منورنا في الاستوديو إن شاء الله نشوفك في مرات قادمة إن شاء الله. احنا وصلنا لختام برنامجكم صحة وسعادة. شاكرة لك يا وائل تواجدك معنا اليوم والميرة شكرا لك في التنسيق وكانت محدثتكم دكتورة ندى الملا. إلى أن ألقاكم بالغد إن شاء الله أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.